هو ذوق الناس هو اللي اتغير. لا قصدك يعني، على يعني لما نتكلم مثلا ذوق الناس ده على المزيكا الاكثر رواجا الان اللي بين قوسين بيسموها موسيقى المهرجانات، شايفها في ايه في الاطار ده؟ ما انا بقول لحضرتك المشكله مش فيها هي ذاتها، مش في موسيقى المهرجانات، ده سوق، ده بقى سوق. المشكله في اللي بيشتري هذه الموسيقى. المشكله لماذا يتلقى الناس او الشباب او فئات معينه هذا النوع من لماذا؟ لانه زي ما بقول لحضرتك على مدار سنين طويله تم تجريف الناس وتفريغهم من التعليم الحقيقي والثقافه الحقيقيه. يعني الحل للارتقاء بالذوق العام ان احنا طبعًا. نقدم حاجه مختلفه طبعًا. ونرجع زي ما حضرتك بتقول حصه الموسيقى والرسم. ايه المقابل؟ ايه المقابل اللي قدام الموسيقى المهرجانات؟ ما فيش مقابل. فالناس هتعمل ايه؟ جمال كان بيقول كده على الناس هتعمل ايه؟ انا لسه بقول بس ما تقدريش تلوميها. صح. بس يعني كان في تجربه مثلا في وقت من الاوقات ان كان في مجال الفنون الشعبيه في فرقة رضا وفي فرقة قومية للفنون الشعبية. في علي اسماعيل وشعبان ابو السعد. وفي فنون تلقائية موجودة بتتاخد وتبتدي ترقيها فيجي عبد الغني ابو العينين يعمل الازياء ويبقى في راجل خبير كمال نعيم ولا بتاع يعمل يهذب الحركات فتتحول هذه الموسيقى او الفن التلقائي الشعبي الى شيء لطيف يبتدي الناس تبص له. احنا ليه مش عارفين نعمل كده؟ لانه في انفلات، لان ما فيش زي ما قلت لحضرتك يعني مثلا دوله زمان كان عندها مؤسسه السينما، رغم ان السينمائيين يعني معظمهم يقول لك لا احنا ضد انه الدوله تبقى بتنتج افلام سينمائيه ولازم يبقى كذا وكذا، ولكن ما ننساش انه في افلام مهمه جدا اتعملت في من خلال المؤسسه دي. طبعا نجيب محفوظ كل افلامه اتعملت من المؤسسه دي. لما ترك هذا للمنتج الانتاج الخاص، في منتجين، في منتج خاص هايل زي الافلام الكبيره اللي اتعملت سواء لافلام الاستاذ داود عبد السيد او الفنانين الكبار زي علي بدرخان او محمد خان، ودول كان في انتاج خاص. وبعدين في مراحل تانية بقى في نوع تاني من الانتاج ما بيدورش الا هو بيدخل كام ويجيب كام. دي مش تجاري. مشكله المنتج. مش المنتج برضو مشكله مين؟ مشكله ان ثقافه الناس بقت يعني فيلم حديد مثلا، فيلم عظيم لما اتعرض اول ما الناس قعد ثلاث ايام برضه فيلم باب الحديد من اهم الافلام. اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN.